نشرتنا بالثقافة، وبعد غياب دام 8 سنين انطلق البارح في تونس العاصمة مهرجان ليالي الأغنية الطربية بمشاركة فنانين من تونس وسوريا. أجواء الافتتاح نرجع عليها في التقرير الموالي. تم البارح افتتاح مهرجان ليالي الأغنية الطربية في دورته الثانية بالمركز الثقافي محمود المسعدي بالعاصمة. واختارت جمعية الترانيم الثقافية أنها تسمي الدورة الثانية للمهرجان باسم فقيد الأغنية التونسية الملحن الراحل محمد علام، باش يقع تكريم مجموعة من الفنانين من داخل وخارج تونس. فما غزو من مطربين جايين من برا، معناها يغنيوا في أغاني اللي تجي، فهمتوا، يحبوهم وحببوهم فيهم بالصيف عليهم بالقوة الإعلام، دونك على الأغنية التونسية السلام. وإحنا اليوم لما حلوة بطبيعة الحال هي مهرجان أغنية طربية، وبارك الله في اللي عمل الفكرة. وأكد المشرفين على المهرجان على دور التظاهرات هذه في تحريك الساحة الثقافية والنهوض بالأغنية التونسية. حبينا احنا من خلال هالمهرجان هذا نرجعوا اعتبار الاغنيه الطربيه، حتى الاغنيه التونسيه ما عادش نسمعوا الاغنيه التونسيه، نحل الراديو ولا التلفزه والرا كان اغاني شرقيه راب. كما تتضمن ليالي الاغنيه الطربيه مسابقه في الاداء تتنافس فيها مجموعه من الاصوات التونسيه الشابه باش تسند للمتوجين منهم جوائز ماليه، بعد قرار باش تاخذوا لجنه تحكيم مكونه من مجموعه من الفنانين والناقدين.